أخت عزيزة من الدار البيضاء، السلام عليكم. سلام، صباح الخير، كلشي لاباس عزيزة؟ صباح النور، أحلى صوت على الأصوات. الله يبارك فيك أختي عزيزة ومرحبا بك دائما على راديو أصوات. ربي يخليك حبيبة ديالي، ربي يخليك. عندك واحد الشهيوة تتشهي؟ نعم، عندك واحد الشهيوة بالليلة كتشهيني، تشهيوة بمعنى الكلمة. نخليك تقدمي شهيوة ديالك للأخوات. أنا دابا شوقتهم، هذا بعدا طاجين اللي غادي ناخذه دابا من عند العزيزة، طاجين ديال اللحم بالقرعة. يا سلام. عندي طاجين باللحم بالقرعة، عندي كيكة يعني خفيفة كتضل في المطران ولا والو. إيوا نبداو على معاك هاد الطاجين على بركة الله. بسم الله. عندنا شد اللحم قياس اللي بغيتي. إيه، مطيشة مشكوكة وحدة. هذه القرعة اللي غديري أش من قرعة الخضرة؟ قرعة خضراء. القرعة الخضراء العادية، ماشي ديك السلاوية ولا ديك المكورة البلدية، هذيك القرعة الطويلة الخضراء. اللي القرعة الطويلة. مطيشة مشكوكة وحدة. بصلة وحدة مشكوكة. إيه، جوج دروس الثومة. نعم، شوية زيت قياس اللي بغيتي. مش ميجيش ميدوم بزاف. نعم، معلقة سكين جبير. راس معلقة ديال التحميرة. شوية الخرقوم. نعم، شوية البزار وشوية القرفة. تقلي اللحم شوية، كتصبي القصة على الماء كيطيب اللحم. من بعد كتشد القرعة كتحكيها. شرائح طويلة. كديري عليها الجبيضات. شنو اللي كديري عليه جوج بيضات؟ القرعة. القرعة اللي حكيتي. إذا القرعة محكوكة طويلة. شنفة. ديال الجبيضات. ديال التوابل ديالك. خرقوم، سكينجبير، بزار. صافي. ديري جوج معالق تاع الدقيق. كديري المقلة فيها شي جوج معالق تاع الزيت في المقلة. كتهزي بالمعلقة والقلعة، جوج معلقات كتلعبي بها هوك هوك وكتلوحيها في المقلة، كتشحرها في المقلة كتحمر. كتجي لحم الصيلة. كتقليها. كتقليها على شكل قريصات. كتطيب اللحم ديالك في الطاجين، كتزوقها من الفوق، كتحطها من الفوق في الطاجين بالصحة والراحة. هادي غتجي بحال المعقودة ديال القرعة الحمراء، أو عفوا القرعة الخضراء ديك الطويولة، محكوكة بالتوابل بالبيض أو بالدقيق أو بالفرس، وكتقليها أيه على شكل قريصات. واللحم كطيبيه بالبصلة ومطيشة. حتى كيتقلى وكتزينيه تعيلي ب الدغميره. كتجي ديك البصله والمطيشه اللي حكيتي، كتجي فيهم ديك الدغميره مع اللحم. اذا ومن بعد كتزيني ديك القريصات ديال القرعه مقليه، غادي تزيني بهم الطاجين. كتجي زوينه مع شفا ومدغمره بحال تقدي في اللحم مشوي. وتبارك الله عليك، وهذا الطاجين غزال. تبارك الله عليك، كنشكرك كثير اخت عزيزه من دار بيضاء على هذا الشيء.